اقول لكم اخبار بسرعه قبل ما نستعرض معاكم الجرافيك بتاعنا اللي متعودين معاكم قبل كل ماتش. صلاح محسن بيخوض المران منفردا مع الكابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، ايضا النجم علي معلول يكتفي بمران في الجيم. علي معلول كان اصيب في المنتخب التونسي، عشان كده علي معلول طبعا اضافه قويه جدا. بنلعب بباك ليفت واحد دلوقتي، محتاجين اكيد علي معلول. ايضا هاني ابو ريده بيتمنى فوز محمد صلاح بجائزه افضل لاعب في انجلترا، ومين ما بيتمناش فوز محمد صلاح النجم المصري اللي مشرفنا ورافع راسنا ورافع راس مصر اكتر ما هي لفوق. حاجه جميله جدا، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبعد عنه الاصابات. محمد النني النجم الكبير كمان اتصاب النهارده في مباراته النهارده، حاجه ربنا يستر تكون الاصابه بسيطه ولا يعني. محمد النني مدينا كده انطباع ان الاصابه كبيره جدا، ربنا يستر وتكون الاصابه بسيطه يا نني. محتاجين كل لاعب في المنتخب. ايضا اقول لكم الاخبار بتاعتنا، خالد مرتجي بيطير من دعوه من محمد صلاح لمؤازره محمد صلاح بدوري الابطال امام روما. مصر كلها بتدعي لصلاح. المهندس خالد مرتجي عضو مجلس اداره النادي الاهلي طار صباح اليوم الاحد الى انجلترا لحضور مباراه ليفربول مع روما بناء على دعوه من النجم المصري محمد صلاح نجم منتخبنا ونجم نادي ليفربول. اتحاد الكره بيعلن مؤجلات وانتهاء الدوري رسميا، بيعلن مؤجلات الدوري وانتهاء الدوري رسميا يوم 22 مايو. حاجه جميله ان المواعيد ثابته ويا رب تفضل كده على طول.